شكر خاص للفنان الكبير عميد الفن اللوبي الأستاذ شمس حسين رئيس اللجنة الفنية في لوبي عمكوب. برحب بالمستشار محمد صالح عدلان رئيس النادي اللوبي العام بالقاهرة. برحب أيضا بالأستاذ فوزي عبد الصادق نائب رئيس نادي الكنوز اسكندرية وعضو النادي الأولمبي في دابور. برحب أيضا بالمهندس حسين أبو زيد نائب ملتقى الكنوز ورئيس جمعية تنميت بالقاهرة. برحب أيضا بالمستشار أدري إدريس نائب جمعية قرطة ونائب الجمعية المصرية للمحامين النوبيين. نرحب بالمستشار عمر عوض ابن عبور عامل ايه تمام والاستاذ نادر احمد نائب رئيس التحرير الجمهوريه ابن عمير. نرحب بالمستشار سمير هديه رئيس مجلس اداره جمعيه المقطم لحقوق الانسان والاستاذ عصام حلمي الامين العام لحزب الحركه الوطنيه امانه رود الفرج والاستاذ سمير نجم رئيس جمعيه دابور اسكندريه الفنان عيد عبد الرازق والفنان محمود بشير والاستاذ سعيد محمد عبد العزيز نائب رئيس جمعيه العقاله. الأستاذة فايزة مصطفى رئيس جمعية بيت النوبيات. الله يبارك. الثقافة والتراث مع عميد الفن النوبي الكنزي الفنان عبد الصغير فليتفضل. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكر الحضور الكرام على تشريف لينا. يزيد شرف إن نعمل لقاء مع أستاذنا وأستاذ الأجيال أستاذ التراث الكنزي وعميد النوبي الأستاذ عبد الصغير. أولا بس كده كنا عايزين نعرف اسم حضرتك عبد إيه؟ عبد الحي ولا الشهرة؟ الأصلي عبد العظيم خليل عبد الله أبو زيد من أم أرقام نجع بقى شرق وغرب أمي من الشرق وأبوي من الغرب. بما إنك أنت العميد الفن الكنزي حاليا يعني كنا عايزين نعرف بس حاجة صغيرة عن الفن الكنزي والكف والفنانين اللي حضرتك عشرتهم. الله يرحمه الفنان الصغير الكبير الفنان علي كوبان والفنان شيخ احمد سليم شعبان عوض عبد المنغني حسين بشير والفنان دالا بدر دالا روك بدينا معاهم مع بعض وبعدين في السويس برضه مع الفنان عبد المنغني ومعنا الفنان حسين بشير طبعا وغنينا يعني زمان وزمان في الخمسينات كنا لسه يعني ايام ما كنا في المركب بقى اللي هو المركب يقف على المشرف ركبوا فيه واحنا صغيرين وقعدوا بقى ايه على الدفه كان يقول انزلوا انزلوا ما انزلوش غير ما يروح هناك يقول له ده هات الايه خير كده ناخد الخير بتاعه على البحر. عايزين بس موقف صغير كده حصل معاك وانت رايح للام المركب ما خدوش الحلاوه رجعوك. والله في مره ما كانش عايز يرجعوني انا نزلت نمت تحت لقيت نفسي مصوره امي وابويا الله يرحمهم بيدوروا عليا فما فيش اتصالات ولا حاجه لغايه ما وصلت يوم الخميس في اسوان في البلد فانت كنت فين مش انا كنت فين مسكوني بقى بالجريد النخل ده ويلا
ضربوني. تاني ما من يوميها ما عملتش بقى تاني. نشكر استاذنا واستاذ الاجيال و مع الاستاذ عبد الصغير. ان شاء الله هنقدم اغنيه على بلاد كوبا اللي هو قرقر. يعني اعوذ بالله من كلمه انا ومن كلماتي وتلحين الموسيقار محمود بشير. Bye-bye.